رجعنا لكم مشاهدينا بعد طبق الكبسة الأكثر من رائع، لأنه بصراحة جربته كان كتير حلو. الحين رح نروح على الحلا، صح شيف؟ أكيد. وشو رح تعملنا بالضبط الحلا؟ اليوم الحلا تبعنا هو عبارة عن بودنج الخبز. خبز مش يعني تقدر تحطي أي خبز، أي خبز كان بالبيت موجود عندك غير العربي تقدر تعملي منه هالأكل. أنا راح بعمل هذا سباتيلا لك. هذا إيه؟ أنا راح بكسر البيض. يلا شيف حابب يختبرني، بس إن شاء الله راح يكون قد الاختبار. أكيد. البيض، نشيل البيض على جنب. خلاص دهنتها، بحط على كل واحدة شوية زبدة. مش بهاي، مش بالفرشاة، حطي بالسباتيلا مشان تقدر تلقط زبدة شوي. اوكي يلا. اوكي. بس ليش السكين طويل؟ اعطيني سكين صغير. أنا مش سكين، هات لي بس اعطيني لقلك كيف. بس امسكي اياها هيك. هاي هيك. ترى سهلة مش صعبة، بس السكين كبير علي. هيك. هاي الزبدة. خلص. يلا. كمل البيض وخلينا نعمل شغل. يلا بس هيك. ها خلاص شيف. هلا نحن حطينا كسرنا البيض، نحط السكر فوق شوي، يلا باخذ الفانيلا انا الكاب اشتغلي. نعمل ستة بستة تقريبا، ثلاث صفوف على حسب ال ثلاث صفوف. ثلاث صفوف ستة بستة بكون تمام. هلا بنحط الحليب. تمام يعطيكي العافية. تمام انا خلصت خفق. انت كمان يعطيك العافيه، تعبتي شوي اليوم. الله يعافيك. تعبت. إيه؟ انا برجع البس خاتمي. ناخذ شو اسمه، شايفه كيف صارت؟ ايه كان فيها بيض وحليب. بيض حليب سكر فانيلا. بيض حليب سكر فانيلا. هلا شو بنعمل؟ بنحط شويه ستروبري سيروب. ستروبري بصير نحط عليها شوكليت؟ شوكليت بتدوب اكثر. هاي ستروبري سيروب بمص ببين لون احلى. اوكي حلو. هلا بنزيد لها اللي حطيناه نحن. بتسكب عليها كل ال مش الكل بس لحتى شوي. نعم. هلا بعد ما سكبنا المواد اللي خلطناها او مثل ما بقول العجينه او البيض بالسكر والحليب والفانيلا، حطينا الكمية المناسبة. هلا منتركها شي 10 دقايق لحتى يمتص الخبز، ياخد من البيض والفانيلا والكذا وبيكبر حجمه شوي، وبعدين بعد شي 10 دقايق بنحطها بالفرن. مدة 20 دقيقة على 160 درجة. نستنى على 10 دقائق لما تشرب، بنحطها في الفرن مدة 20 دقيقة وبنرجع لكم. هلا طلعنا البريد بودينج من الفرن او بودينج الخبز، ولازم تاكل سخني او دافيه، ما لازم تاكل باردي. انا على نفسي راح اكلها الحين وهي سخنه نار. صحتين. يعني ما شاء الله ريحتها كثير حلوه وشكلها حلو. اليوم الشيف خرب لي الدايت، الاكل كثير طيب ما شاء الله عليك. شكرا لك. كذا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج بيتك ومطبخك الموسم الثاني. بيتك ومطبخك برعايه بلاك اند ديكر، اجعل الحياه اسهل، وبالاشتراك مع مزارع العين منتجه محليا طازجه بطبيعتها. شوفونا بالحلقة الجاية لأنه الشيف مجهزنا أطباق كثير حلوة. لتحضير بودنج الخبز نحتاج 8 بيضات، 100 جرام سكر، فانيلا، حليب، 100 جرام زبدة، خبز توست مقطع، شراب الفراولة،
استيراد